أيها الإخوة، في شعور معاكس، شعور الأب الذي ابنه صالح يدخل على قلبه من الطمأنينة والسرور ما لا يعرفه إلا من ذاقه، والدليل قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنت إذا رأيت ابنك يخاف الله، له سمعة طيبة، يحبه الناس، مستقيم، متزوج، بيته منضبط، زوجته منضبطة، له مكانة وله دخل، يعني مرتاح، تنام قرير العين. لذلك لأن ارتباطك بابنك ارتباط عضوي ومصيري، سعادتك بسعادته، وسلامتك بسلامته، وقرة عينك به. من هنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. يعني عفواً، لو أن واحد منا رأى فساد يقول سبحان الله الزمن فساد، لكن لا يتأثر كما لو رأى ابنه فاسداً. أقسم لكم بالله، تتصل بي أمهات وقد انحرف أولادهم تكاد تموت من الألم، تكاد الأم تموت من الألم. كان بيصلي ترك الصلاة، له صويحبات، لا يتحرج من فعل معصية. تكاد الأم الملتزمة حينما ترى ابنها بهذا الوضع تموت من الألم. فمرة ألقيت كلمة في أمريكا، قلت لهم بلغتهم، وقتها كان كلينتون: لو بلغت منصباً ككلينتون، وثروة كأونسيس، وعلماً كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس.